أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصل اللهم على محمد وآله الطيبين الطاهرين. في معركة خاضها النبي صلى الله عليه وآله، وهي معركة أحد، وبعد أن انجلت الغبرة حملت النعوش للشهداء، وكان منها 70 أعادوهم إلى المدينة وعمل لهم وحفر لهم قبر جماعي، 70 نفس إن شاء الله تبارك وتعالى أن يؤبنها في قرآنه، وإن شاء الله تبارك وتعالى أن يؤبنها بلسان نبيه صلى الله عليه وآله. وبقي الثلاثة الذين دفنوا في منطقة أحد، ومنهم سيد الشهداء. هنا تناثرت الكلمات، وهنا بدأت ولولة المجتمع، وهنا بدأ القيل والقال. انتشرت في المجالس العربية آنذاك من يقول بأنه لما بعث بهم النبي صلى الله عليه وآله، لماذا أخذهم إلى الموت، وهل سنبقى على هذا الحال، وهل سنكون طعمة لقريش وفرسان وسيوف قريش. هنا الله تبارك وتعالى جل جلاله تدخل، هنا الله أراد أن يبين حقيقة الأمر، وما هي المعية الشهادة، وما هو ثقل الشهادة في السماء قبل أن يكون في الأرض. فأنزل الله تبارك وتعالى الآية الشريفة: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. إلى ها هنا ختم القيل والقال، وجاءت الكلمة من الله تبارك وتعالى أن الله قد استلقفهم وأخذهم إليه، وهم منعمون برزق الله، وهم في ضيافة الله، وهم في جنة برزخية ينعمون ويرزقون من الله جل وعلا وتحت لطفه ورعايته. إلا أن الآية لم تكتفي بذلك، هذه الآية الشريفة كانت كافية في إلجام من يتكلم في مسألة الشهادة. فإذا ما تدخلت اليد الإلهية والكلمة الإلهية والوعد الإلهي حسمت الأمور تماما. لكن الله تبارك وتعالى أراد أن يتناول غير الشهداء في الشهداء. قال: فرحين بما آتاهم الله. فرحين بما آتاهم الله، كيف؟ قال المفسرون فيها أن الله تبارك وتعالى وعدهم بألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. دخول والد الشهيد إلى النار يحزن الشهيد، لذا جاءت هذه الكلمة الإلهية من الله تبارك وتعالى في الآية الشريفة، والتي هي مباشرة بعد يرزقون بأمر الله وينعمون بأمر الله وأحياء عند ربهم يرزقون، جاءت الآية مباشرة بعدها فرحين، وفتحت باب الشفاعة، فيشفع هذا الشهيد لئلا يدخله الحزن لأمه وأبيه، ويشفع هذا الشهيد لأهله وذويه، ويشفع هذا الشهيد أيضا لمن تألم لمصابه. قد تستغرب من أنه كيف تكون هذه السلطة لهذا الشهيد. نعم، أولا لأن الشهيد أعطى كل ما يملك لله تبارك وتعالى، فكيف يعطيه الله؟ ولأن الأب والأم أصيبوا فيه فتألموا فيه وجرحوا لفقده وتأوهوا إليه، وهذا الألم النفسي هو لله ومن آثار الشهادة. فكما تألم الشهيد بدمائه وبجراحه وبنزفه، تألمت الأم الثاكلة لفقده، وهنا تستحق من الله العطاء، فحزنها على هذا الشهيد، وحزن هذا الأب، وحزن الأهل بكلهم يكون ثقيلا في الميزان عند الله، لأن الشهادة سبب هذا الحزن. فالعطاء من الله تبارك وتعالى أن يفتح باب الشهادة، وأن يفتح معها مع هذا الباب
يفتح مع باب الشهادة باب للشفاعة. زين الآخرين من ذويه الذين تألموا إليه كلهم يكونون باستحقاقية ثابتة في مسألة الشفاعة من هذا الشهيد. أم موجودة في فلسطين، وهذه من القصص الغرائب عندهم. قالت الأم لأنه ابني شهيد، أنا إذا توفيت خذوني إلى قبره وادفنوني معه، خلوني يكون أيضا أن يكون بين يدي الله مع ابني، أنا حرمت منه، لكن في القبر ادفنوني معه. شوفوا ايش قد سنة، سنتين ثلاث، ادفنوني وياه. بعد 15 سنة توفيت الأم بحزنها الشديد على ابنها، فجاءوا حفروا قبر الشهيد فوجدوا جثته كما هي لم تتغير. هذا الأمر أحدث ضجة في فلسطين، وجاء علماءهم من فلسطين قالوا هي كرامة ككرامة بدر وشهداء بدر، وأن الله أراد أن يثبت لنا أن أبناءنا في الشهادة يستحقون هذه الكرامة. يمكن أولئك عندهم شيء من الشك، يمكن عندهم شيء من الريبة، يمكن عندهم شيء مما يداخلهم في نفسهم أن هذا ينال الشهادة أم لا ينال الشهادة. هل أن هذا الإنسان فعلا يستحق الكرامة أو لا؟ احنا يشهد الله أنه ما عندنا ذرة من الشك أبدا، نحن على يقين من أن الشهداء الذين مضوا وعلى رأسهم قنبر هم شهداء عند الله، وأن الله تبارك وتعالى سيضرب بهم الأرض وسيعلو إلى عنان السماء أنوارهم يوم القيامة لسبب بسيط تماما. اطمئناننا هذا وثقتنا هذه بكلها لأمر جدا بسيط وضحه في هذه القصة. هناك فتاة أمريكية، هذه الفتاة الأمريكية من أصول أمريكية، دخلت إلى فلسطين متعاطفة وأقبلت والبلدوزرات والجرارات كلها قادمة تريد أن تسوي بيوت الفلسطينيين. هذه غير مسلمة، هذه الفتاة وقفت أمام البلدوزر، ومعلوم أنها من الحقوقيات، ومعلوم أنه لابس الشارة تماما حتى تتضح أنه هذه مو فلسطينية وأنها تدافع عن الإنسانية كإنسانية وعن الضمير الإنساني. ما هي إلا لحظات، وكان الجميع يعتقد بأن البلدوزرات راح تقف، إلا أنها في خلال لحظات سوت هذه الفتاة بالتراب وداست البلدوزرات هذه الفتاة حتى طحنت عظامها. تصور هذه الإنسانة كانت عم تدافع، الكلام ليس في أنها شهيدة أو غير شهيدة، الكلام في أنها تناصر قضية إنسانية، الكلام بأنها تنصر عزة وكرامة هذا الشعب. المسألة مختلفة تماما في النظر أنها مسلمة أم غير مسلمة، شهيدة أم غير شهيدة، هذه إنسانة تعيش الإنسانية وإنسانة تعيش القضية كقضية وكرامة الشعب. الذين طحنوا بهذه المجنزرات العسكرية وبالشوزن وبالرصاص وبحالة الإعدام التي جرت على شهيدنا البطل وكل الوسائل التي استخدمت ضد هؤلاء الأبرياء من الشهداء، كان الشهداء يعيشون قضية الكرامة في هذه الأرض، كانوا يدافعون عن كرامتهم. والذي يعيش بلا كرامة ولا عزة لا يستطيع أن يتصل بالله. مو بكيفك أن تعيش بلا كرامة، لست مرخص، بل كلما افتقدت إلى الكرامة كلما ضرب بينك وبين الله حجاب وكنت بعيدا عن الله، وكلما دافعت عن عزتك وكرامتك كنت متصلا بالله عز وجل وكنت عزيزا عند الله عز وجل. هؤلاء الشهداء وكوكبة الشهداء من 90 إلى الآن وما قبل 90 كلهم كانوا يبحثون عن عزة وكرامة هذا الشعب. ولأنهم يبحثون عن عزة وكرامة هذا الشعب، شلون يعني؟ كيف هذا يعني؟ إذا وقفت في المحكمة
وأنصفت كمظلوم فأنت مواطن لك عزة وكرامة في هذه الأرض. وإذا وقفت في محكمة من المحاكم التي أنت تعيش في بلدها ولم تنصفك واعتبرتك من المقام الخامس أو السادس لا كرامة لك، فأنت لا كرامة ولا عزة لك في هذه البلد. من حقك أن تطلب هذه الكرامة، ومن حقك أن تطلب هذه العزة. وإذا ما مت دون الكرامة والعزة فخسئ من شكك في شهادتك. نحن لا نحتاج كهؤلاء الثلة من الفلسطينيين لكرامات لشهادة شهدائنا، لا لا لا، نحن على أتم الوثوق، ونحن نشعر بكل الإطمئنان بأننا إذا ما قبلنا أقدام هؤلاء الشهداء فإننا ننهل من نهلهم، ونستشعر أنفاسهم، ونستشعر وجودهم، ونستشعر قوتهم فينا. وثق بأن مظلومية الشهيد عيسى قنبر هي من أشد المظلوميات في الشعب، وعلى مستوى الثورتين في 94 و2004 ورايح. ثق بأنه ما بقت هذه الثورات إلى 2011 إلى ما بقت هذه الثورات إلا بأنفاس هؤلاء الشهداء. هؤلاء الشهداء هم الذين دفعوا الناس وشحنوا نفوس الناس لكي يكونوا مؤهلين للشهادة. نشعر بالفخر كما نشعر من جهة أخرى بالاعتزاز بهؤلاء. نشعر بالفخر أن العالم بكله ينحني لنا هذا اليوم، ونشعر بالأسى، وإني والله أشعر بصغر الكلمة وصغر القامة أن أتكلم عن أم تنعى فقيدها، أو أن أتكلم عن شهيد اختاره الله ليكون شهيدا، وأن شرفنا الله وإياكم أن نؤبن هذه الأرواح الطاهرة، فهذه ذخيرة لنا ولثورتنا. الحلول القادمة حلول يجب أن تتضمن عزة وكرامة هذا الشعب. لم نقاتل من أجل برلمان، ولم ننطلق في الدوار من أجل برلمان، ولم ننطلق من أجل حكومة، ولم ننطلق بشيء آخر أيضا. نحن ما عنونا انطلاقتنا، لا والله، أنا ما خرجت من البيت إلى الدوار حتى أروح هناك أقول بأنه هذا مطلبي. أنا مطلبي عزة ومطلبي كرامة. المطلب الذي سيأتي بكرامتي وعزتي أنا معه، المطلب الذي لا يرجع لي كرامتي وعزتي لا خير فيه، كائن من كان هو الذي سيبصم عليه أو يوقع عليه. ويكفي شعب البحرين توقيعان فيما سبق، يعني وقع هذه يبدو أنها أيام سلفت. الأيام القادمة أي حل سيأتي ينبغي أن يكون يحمل عزة وكرامة لهذا الشعب، وإن لم يكن كذلك فليس في الميزان شيء. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرحم شهداءنا، وأن يجزيكم خيرا على هذه الوقفة الرائعة، وأن يثبتنا الله وإياكم على ولاية علي بن أبي طالب. والحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم على محمد وآله الطيبين الطاهرين.